سيدنا آدم عليه السلام أفضل هو عن أخير.
يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرونا باسم الله تبارك وتعالى. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اذا من تكريم الله عز وجل ويعني احبه للرسول صلى الله عليه وسلم قرن اسمه دائما لغايه يوم الدين باسم الله تبارك وتعالى. تمام. فرسول صلى الله عليه وسلم يعني لي حاجات جميله جدا يعني تصفه فعلا بالرحمه. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف وكان يعني ماشيا على قدمي صلى الله عليه وسلم وكان بيدعو الى الاسلام، بيدعو المشركين من اهل الطائف فدعاهم الى الاسلام ولم يجيبوه بل واذوه صلى الله عليه وسلم. فاتى الى ظل شجره وصلى ركعتين لله عز وجل ودعا الدعاء اللي احنا اغلبنا عارفينه: اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني، الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري، ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله عليه وسلم كانت إصابة النفسية صلى الله عليه وسلم كانت كبيرة جدا جدا جدا، يعني أول مرة يشكو إلى الله عز وجل صلى الله عليه وسلم وضعف قوته صلى الله عليه وسلم وهوانه على الناس صلى الله عليه وسلم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى استجاب وأرسل إليه ملك الجبال فسلم عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني أمرك، وبما شئت إن شئت أن أطبق عليه الأخشبين فعلت. فقال له: الأخشبين دول بالمناسبة دول ما جبلين عظيمين. شوفوا بقى الرد الكل رحمة وكله يعني يقين بالله عز وجل ودعوة كمان لربنا سبحانه وتعالى، يعني برغم أنه تم أذيته بيرد على ملك الجبال اللي أرسل الله عز وجل ليه مخصوص، يرد عليه: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم أين ولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة يوم الاثنين الموافق 12 من ربيع الأول من عام الفيل الذي حاول فيه مين أبرهة الأشرم غزو مكة وهدم الكعبة خلاص، وقيل بعده بشهر وقيل بعده بأربعين يوم وقيل بعده بخمسين يوم، يعني الأغلب هو الخمسين يوم. وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، ودي كانت يعني من نسب عريق يعني وذو شرف وذو مكانة يعني في قريش، وكانت بتلقب كمان بزهرة قريش يعني. وتوفى زوجها أبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد المطلب يعني، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم كان جنينا في بطنها، يعني كان لسه الرسول صلى الله عليه وسلم في بطن السيدة آمنة. وكانت السيدة آمنة بتحكي عن يعني فترة حملها للرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت يعني أنها حين عملت به أتيت رؤيا أو حلما يعني، فقيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع على الأرض يعني عند الميلاد فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمدا. بقي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 9 أشهر في بطن أمه كاملين، ما حسيتش بحمل النبي صلى الله عليه وسلم يعني، يعني ما كانش فيه ثقل ولا وحم ولا فيه القيء والترجيع الحاجات دي بتاعت السيدات يعني، فما كانش فيه الحاجات دي صلى الله عليه وسلم. فلما وضع
السبابة، وقالت أم عثمان ابن أبي العاص حضرته ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأيت البيت حين وضع قد امتلأ نورا، ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع علي. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقال برضو من التوقيتات اللي ولد فيه كان ولد ساعة الفجر، الفجر يعني كان لسه فيه نجوم وضع في السماء، وده اللي بيأكده الحديث ده. ولما تولد صلى الله عليه وسلم بشروا مين؟ عبد المطلب. عبد المطلب اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم بحفيده، ففرح بشدة ودخل الكعبة، وهنا تم تسميته محمد، بالرغم ان اسمه محمد ده ما كانش مشهور خالص عند العرب، ويمكن اول اسم كان يعني يسمى محمدا كان على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اسمه محمد ده ما كانش موجود قبل كده، فصلى الله عليه وسلم فسماه جده عبد المطلب محمدا جوا الكعبة. وهنا اليهود سمعوا ان في مولود جديد اسمه محمد وولد بمكة، لدرجة انهم اجتمعوا كلهم، ويعني كلهم كده يعني كانوا في حالة من يعني نسميها ايه الجنون، يعني واحد كده من اليهود طلع وهو في حالة كده يعني من الربكة يعني، وقال طلوع الليلة نجم احمد الذي ولد به صلى الله عليه وسلم. فدي كانت ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله للحديث بقية ان شاء الله في فيديوهات قادمة باذن الله تعالى. فكده بقى نقدر ان احنا ننام، حان الاوان للنوم، حان الاوان للنوم، حان الاوان للنوم، حان الاوان للنوم. وطبعا مفيش احسن من احنا ننام على الصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة والسلام على رسول الله. عاوزكم الأول كده تقيم تقيم خالص، تقيم خالص، Cheap.